أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن تكونوا جميعا بخير. بخصوص التلاجات والتبريد المنزلي، جاتني التلاجة الفلتر مترشق. طبعا غالبا بيكون السبب، طبعا في فني سابق عمل الوصلة دي وشحن التلاجة، ولكن السبب الترشقة بتاعت الفلتر هي الانسداد. غالبا الانسداد يا جماعة بيجي بسبب الرطوبة، طبعا الفني اللي عمل الشغل ده لحم هنا وصلة، لانه هو بيلحم بالبوري، وانا بشجع الناس اللي بتشتغل جديد تلحم باللمبة. هو لحم هنا وصلة، وبعدين لحم هنا نقطة مع ديت، وبعدين لحم النقطة دي، فالبوري النار بتاعته بتبقى كبيرة كده، فسخن على الفلتر جامد، عمل فيه تفاعلات مع المادة بتاعت السيليكا جيل ديت، سخن عليه جامد، ضعفه بقى ضعيف. فمع الشغل حصل فيه انسداد، لانه حصل فيه كربانة مع التسخين الجامد، والتفريغ عمل التفريغ من هنا. وزي ما احنا قلنا ترمبة الفاكيوم مهمة جدا، لان ترمبة الفاكيوم هي اللي هتاخد الكربانة بتاعت اللحام وتطلعها، والرطوبة اللي في الدايرة وتطلعها برا. فانت النهاردة سخنت هنا وهنا وهنا وهنا، لحمت دي كانت معمولة كده، هو لحمها هي يعني النار دي كانت ماشية هنا تاني، عمل ده كله، ووقت التفريغ تفريغ اي كلام، فلازم يحصل انسداد في الفلتر ويحصل الانفجار ده زي ما انت شايفين. ترمبة الفاكيوم، لو ما عندكش ترمبة فاكيوم تقدر تجيب موتور تلاجة وتعمله ترمبة فاكيوم. دي خطأ من الاخطاء اللي بيوقع فيها الزملاء المهنة، وارجو من الزملاء الجدد اللي هم الصناعيات الجداد، مرحبا يا غالي، اتمنى منهم ان هو لما يشتغل باللمبة بلاش بوري. ومع احترامي الشديد للصناعية واساتذتنا الكبار اللي شغالين بالبوري، تعالوا برضه عندنا مشكلة تانية هوريها لكم في تلاجة اخرى. بسم الله، التلاجة ديت صاحبها جابها لي، بيقول لي كل ما نغير المجموعة مكملش يومين وتبوظ وغير غير. طبعا جيت قس ملفات الماتور، لقيت العزل منهار بتاع الملفات، المفروض يديني مقاومة، مديني صفارة، المفروض يديني مثلا 30، مديني تشغيل مع المشترك او مع الكومن مديني 6، يعني القراءات غير دقيقة، بايظ. طب ايه اللي خلاه يبوظ؟ علما بانهم بيقولوا ان التلاجة في بداية التشغيل صوتها عالي جدا غير عادي، وبتخبط كده كتير. فاتضح ان في 2 فلتر هنا، في صنايع عامل لي 2 فلتر، ادي اللي وصلت نقطة العام، ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة. ايه ده كله؟ ليه ده كله؟ يعني شغل عشوائي جدا يا جماعة، هو اللي سبب الماتور ده باظ بسبب الاتنين فلتر، عملوا خنج للكباس بوظ الماتور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أكون قد وفقت في إرسال هذه المعلومة لكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا، ويجعله صدقة جارية علي وعليكم جميعا، ويجعل هذا العمل في ميزان حسنات أبويا وأمي، ويغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.